أرحب بالاستوديو بالسفير السابق زياد المجالي. مساء الخير وأهلا بك سعادة السفير. ويعني نبدأ الحديث حول تصريحات جلالة الملك والتي تتكرر في كل المناسبات. اليوم أعاد جلالة الملك التأكيد على ارتباط غزة بالجسد الفلسطيني. هذا التأكيد المستمر على ارتباط غزة بالدولة الفلسطينية وأنها جزء من الدولة الفلسطينية، هل يعكس تخوفات من نوع ما لدى الأردن برأيك؟ أسعد الله مساءك ومساء مشاهدي قناة المملكة. في الحقيقة هنالك فعلا مغزى سياسي لتكرار جلالة الملك لهذا الموضوع، كرروا اليوم وتحدث بشأنه أيضا في القمة العربية الإسلامية، لأن الوحدة ما بين قطاع غزة والضفة الغربية هي وحدة، إن لم تكن جغرافية فهي وحدة سياسية. لا نريد أن يكون هنالك أي نوع من المعالجة والمقترحات المتعلقة في قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية. لماذا؟ لأننا لا نريد أن يكون هنالك تعامل إسرائيلي ويمكن أن يكون له بعض السند من قوى فاعلة في العالم بما يختص بالضفة الغربية. الأراضي الفلسطينية هي أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة وفقا لقرار 242 الذي يتحدث عن أراضي محتلة عام 1967، هذه هي الدولة. فلذلك لا يجوز التجزئة أو التعامل السياسي أو التفسير بما يختص بالوضع القائم حاليا في قطاع غزة بمعزل عن التفكير بأن هنالك وحدة سياسية للأراضي الفلسطينية التي هي أراضي الدولة المستقبلية لدولة فلسطين. يعني أراضي الدولة المستقبلية لدولة فلسطين، وهنا نذهب دائما إلى أيضا الخيار الأردني الوحيد المطروح دبلوماسيا وسياسيا، وهو خيار حل الدولتين. والأردن يعني لا ينفك على التأكيد واستخدام كافة الأوراق الممكنة لتثبيت حل الدولتين كحل للصراع في المنطقة. كيف ترى اليوم تصاعد وتيرة عمل الأردن على هذا المحور تحديدا، حل الدولتين كحل وحيد للصراع لربما الإقليمي أيضا ليس فقط الإسرائيلي العربي؟ أشكرك أخي العزيز. حقيقة التأكيد الأردني الدائم على موضوع حل الدولتين، يعني البديل الذي دائما نذكره لحل الدولتين هو وجود إسرائيل الدولة العنصرية، وهذا مرفوض أمام العالم لأن العنصرية انتهت في جنوب إفريقيا ولا يمكن أن يكون هنالك مقبولا لتكرارها، إضافة إلى أن واقع أمور الديموغرافية في فلسطين التاريخية الآن عدد الفلسطينيين أكثر من اليهود، فلن يكون هنالك مجال لديمقراطية بوجود أغلبية فلسطينية يجب أن تحكم في ذلك الحال. ولكن أنا أريد أن أنوه لما ذكرت بما يختص بتكرار جلالة الملك لهذا الموضوع. أنا أربط حقيقة في موضوع الموقف، أو خليني أقول المعركة الدبلوماسية التي صاحبت، يعني لأستعمل عبارة أخذها من إخواننا الشيعة، يعني معركة الدم. الدم حقيقة هو الذي انتصر على الأرض في غزة، والدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك حقيقة انتصرت أيضا. هذان الانتصاران هما اللذان أعادا فكرة حل الدولتين، لأنه للأسف لمرحلة ما حتى بعض المفكرين العرب كانوا يشاهدوا أن حل الدولتين آل إلى الصفر ولا يمكن تطبيقه. الآن تتحدث به حتى تلك الدول التي تدعم إسرائيل للأسف، لكنها عند موضوع حل الدولتين الآن تعيد التأكيد بأنها حتمية لابد من البحث فيها مباشرة بعد الانتهاء من الأعمال العدوانية الإسرائيلية في غزة. إذن حل الدولتين أصبح الآن قضية مقبولة لدى دول العالم يتحدث بها حتى الراعي الأمريكي. نعم. في قراءة الخطاب الدبلوماسي الأردني ومنذ بدء الحرب، يعني دائما هنالك إشارة على أن كافة الخيارات مطروحة اليوم على الطاولة. ما هي أبرز الخيارات التي يملكها الأردن في هذا السياق برأيك؟ نحن لا نتحدث عن خيارات مفتوحة بمعنى أن نترك للجانب الإسرائيلي أن ينتقي من يعني جدول الأعمال واحد وركز عليه جلالة الملك ومعالي وزير الخارجية أعاد التأكيد، سواء الحل هو
إنهاء الاحتلال. كلمة السر في كل الأزمة الموجودة في منطقتنا هو الاحتلال. والآن يعني لماذا قلت أنا ضريبة الدم ونجاح الدبلوماسية الأردنية؟ الآن أيقنت قوة فاعلة في هذا العالم أن المشكلة حقيقة ليست وجود كتائب عز الدين القسام، وإنما بوجود الاحتلال. وجلالة الملك يركز بربط ذلك بأكثر من 7 عقود، لأننا نتحدث أيضا عن مدخل يتعلق باللاجئين وقضيتهم أيضا، ولا نتحدث فقط عن 1967 وإنما نتحدث عن 1948 من النكبة. فالموضوع الآن أصبح مقبول لدى العالم التحدث به. لا مجال لنسيان حل الدولتين، لا مجال لنسيان أن تحقيق الحقوق الفلسطينية أصبح ليس فقط لحل مشكلة موجودة في غزة، ولكن ثبت للعالم مدى ارتباط الأمن والسلم الدوليين بالعجز عن حل القضية الفلسطينية. ما مدى أهمية التأكيد اليوم على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الإسرائيلي العربي حتى لم يكن وليد 7 أكتوبر، وإنما هو متجذر منذ أكثر من 7 عقود؟ وهنا تأكيد على فكرة 7 عقود، يعني نعود إلى 48 47 وما قبل ذلك. صحيح أخي العزيز، يعني العالم للأسف أثبت عجزه لفترة معينة، وأنا أربطها حقيقة بنمو اليمين الإسرائيلي المتطرف منذ أن استلم نتنياهو الحكم عام 1996. للأسف ثقافة السلام أخذت تتقلص لدى الأجيال الإسرائيلية وبالضرورة لدى الجانب الفلسطيني أيضا، وهذا أدى في مرحلة ما إلى غياب ثقافة السلام من المنطقة. أنا أقول أنه الآن الفرصة متاحة مرة أخرى. لماذا؟ لأن ما حدث ليس مرتبط فقط في أحداث مؤلمة صحيح في غزة، ولكن كما ذكرت وإشارة جلالة الملك أن هذا الموضوع لم يبدأ منذ شهر. هذا الموضوع يرتبط يعني العالم والقوى المؤثرة امتنعت عن الضغط على إسرائيل، لا نقول منذ 7 عقود، ولكن على الأقل عندما قبل العالم الذهاب إلى مؤتمر مدريد وكان هنالك اعتراف من الجانب الإسرائيلي في الأصل بقرار 242 الذي ينطوي على اعتراف إسرائيلي بأن هذه الأراضي هي أراضي محتلة، وذهبنا إلى مدريد لحل ووصلنا إلى اتفاق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي يبنى عليه، ووصلنا إلى اتفاقية سلام بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، إلا أنه للأسف جاءت حكومات يمينية متطرفة شيئا فشيئا فرغت كل السلام من مضمونه. يعني حتى نحن في الأردن الذي نحترم معاهدة السلام كان هنالك نوايا خبيثة لاحظناها من قبل الانتهاك الجانب الإسرائيلي في الحكومة التي أسست نوفمبر الماضي للجانب المتعلق في القدس، وهذه نذير خطر. ونحن نعلم أنه نذير خطر ليس في انتهاكه للمادة 9 في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، ولكن أكثر من ذلك هم يعلموا أن القدس كانت مهمة للعالم الإسلامي كله، ولنتذكر أن ما حصل في غزة اسمه طوفان الأقصى، بمعنى أن هنالك رد فعل كان عند الأخوة الغزيين. واليوم كنت أستمع لصراخ بعض الغزيين أن يقولوا كلنا فداء للأقصى ليس فقط دفاعا عن غزة. يجب أن يفهم الجانب الإسرائيلي أنه لا يمكن أن يتغاضى عن جزئيات مهمة بما وصلنا إليها في الماضي، والآن المهم في تقديري الشخصي أن الحكومة الإسرائيلية هذه يجب أن تسقط، وهي ساقطة فعلا. ولذلك التعسف الزائد في استعمال القوة العسكرية هو لإحساس القيادة السياسية في إسرائيل أن أيامها أصبحت قصيرة. ولكن الأهم من هذا وذاك أننا نريد أن نبني بنجاح الدبلوماسية الأردنية على ما تم تحقيقه من تغير في الموقف الدولي الملحوظ منذ 8 أكتوبر الماضي إلى الآن، ونريد أن نبني عليه. وأقول لك صراحة أن الأردن في معركته الدبلوماسية هو الأقدر على الوصول إلى الذهنية الغربية لعدة أسباب. أولها أن الأردن يعني في التقدير دولة محترمة محبة للسلام معتدلة
ضد الإرهاب وهي عنصر مهم في مكافحة الإرهاب. فهذه الدولة عندما تتحدث بموضوعية تجد أذانا صاغية، وهذه الأذان الصاغية لا تستمع فقط للدبلوماسية الأردنية الحصيفة التي يقودها جلالة الملك، ولكن الآن هنالك ردود فعل في الشارع في عواصم هذه الدول. سأتي إلى هذه النقطة، سأتي إلى هذه النقطة، وسأتي إلى فكرة يعني الخطاب الأردني الموجه للغرب اليوم. لكن قبل ذلك، في فكرة الصراع السبع عقود أشرت إلى ملف التهجير وأهمية التأكيد عليه. اليوم بعد 38 يوم من هذه الحرب على غزة وهذه الأحداث، هل تعتقد سعادة السفير أن قضية التهجير للغزيين تم تجاوزها، تم وأد هذه الفكرة أو هذا المخطط إن كان موجود من الأساس؟ واقع الأمور على الأرض، هذه فكرة مقبورة منذ أن طرحها الجانب الإسرائيلي أو أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، لأن الجغرافيا تتحدث. الطرف الذي المعني بتهجيرهم هو الجانب المصري. الجانب المصري له موقف، لأن هذا ضد المصلحة الوطنية والقومية المصرية، ونحن نساند وساندنا مبكرا حقيقة الجانب المصري بهذا الخصوص، لأننا لا نريد سابقة يأتي الدور لتطبيقها في الضفة الغربية، لأن هذا يؤدي إلى تطور هائل في قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ويصل إلى ما لا يحمد عقباه. قضية التهجير كما ذكرنا بالنسبة لنا هو إعلان حرب، وكما قلت أنا يعني معالي الوزير ذكر إعلان حرب، ولكن أنا أريد أن أضيف نقطة مهمة حقيقة. إننا عندما نقول أنه إعلان حرب بالنسبة لنا، لا نقول أننا سنستعد له عسكريا ولنذهب إلى ميدان معركة، ولكن نريد أن نستثمر الحصاد الإيجابي في رؤية العالم لمن هو الأردن. هل يقبل العالم أن هذا الأردن المعتدل المحب للسلام أن يشن عليه حرب من قبل إسرائيل؟ إذن هي حرب لن تنفذ من جانب إسرائيل، فلذلك سيوضع عراقيل أمام محاولة تفسيرهم وتهجيرهم للجانب الفلسطيني إلى الأردن، لأن هذه لا يمكن أن تتم. وفي مرحلة ما أنا كنت أجيب على حتى ما دون التهجير، إذا كان هنالك انتهاكات من الجانب الإسرائيلي لأكثر من مادة في معاهدة السلام، فهذه الحدود الطويلة بيننا وبين فلسطين التاريخية كلها سنضعها ستارا حديديا مقفلا. جميل، أشرت إلى فكرة التواصل الأردني مع الجمهور الغربي على مستوى كل المستويات، ويعني فعليا الأردن منذ 7 أكتوبر خضع معركة من نوع مختلف على مستوى الرأي والرواية. يعني هذا الحراك الأردني على كافة مستوياته وتقديم خطاب ورواية يعني مضادة للرواية الإسرائيلية التي سادت في المجتمعات الغربية وفي الإعلام الغربي مع بداية الأحداث. اليوم بتنا نشهد تبدل في الآراء في المجتمعات الغربية، وحتى تراجع في حدة الخطاب السياسي أيضا الداعم لإسرائيل. كيف تقرأ هذا التبدل، وباعتقادك هل سيستمر وهل سيتصاعد، وما هي الحدود التي من الممكن أن يصل إليها؟ سيدي، يعني أنا ذكرت الدم انتصر، وانتصاره كان حتى على الشارع في العالم، والمظاهرات المؤيدة الآن إلى قضية وقف إطلاق النار وإنهاء هذه آلة الحرب الإسرائيلية. ولكن أيضا أريد أن أقول شيء آخر، أنه يعني نحن في يعني في ألف باء السياسة نقول أن القرار السياسي هنالك وسيلتين لتحقيقه، إما الوسيلة العسكرية في الحرب، وإما بالوسيلة الدبلوماسية. نحن نقود معركة دبلوماسية حقيقة بقيادة جلالة الملك، ونجحنا حتى الآن، لكننا لم نصل إلى مبتغانا. أنا تقديري الشخصي أن جلالة الملك كل ما قام به بجولته الأوروبية وبتواصل مع الجانب الغربي بشكل عام والأشقاء العرب لتكوين الموقف العربي الحد الأدنى من الموقف العربي المتكامل المتماسك الذي كان له أثر في القمة العربية الإسلامية، أنا في تقديري الشخصي أن جلالة الملك لن يتوقف، وسيباشر بالاتصالات الأخرى، خاصة فيما إذا كانت التوجهات لدى الحكومة الإسرائيلية المضطربة المأزومة داخليا أن تزيد من حدة آلة الحرب وقتل الأبرياء. في هذه الحالة
يجب أن نزيد عيارنا أيضا في معركتنا الدبلوماسية التي للآن هي ناجحة ومؤكد أنها ستستمر بنجاحها لما لدى الأردن وقيادته الهاشمية من رصيد لدى العالم المتفهم للأمور، وهذا ما غير كما ذكرت من المواقف في المرحلة السابقة، ولكننا نريد إنجاز أكثر لنبني على ما تم إنجازه. في سياق الحديث عن الضغوطات الدولية، اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يتحدث بأن أمام إسرائيل من أسبوع إلى 3 أسابيع لبدء الضغط الدولي الفعلي لإيقاف الحرب على غزة. ما الذي تعني هذه المدة من أسبوعين إلى 3 أسابيع؟ وهل من الممكن أن نصل إلى يعني ضغط دولي قبل ذلك سعادة السفير؟ هنالك نقطتان حقيقة. الأولى المتعلقة في كما ذكرت لك، هذه الحكومة لديها أزمة داخلية وتؤثر على قراراتها التي تعملها، ومن حاجتها لحل أزمتها الداخلية تحقيق الانتصار. ولكن يعني بالمنطق السليم والقياسي، أنا لست خبير في الأمور العسكرية، ولكن من الواضح أن الجانب الإسرائيلي يريد أن ينتصر على كتائب عز أو حتى على حماس بشكل عام، مع أن حماس بالتحصيل النهائي هي حالة ثقافية أكثر منها فقط حالة تنظيمية، ولكنه يريد أن ينتصر عليها وفي نفس الوقت يريد أن يأخذ أو يحرر الرهائن والأسرى الموجودين لديه. يعني يريد أن يحقق الطرفين، وهذا ليس في فن السياسة أمرا مقبولا. إذا كنت تريد أن تحطم حماس فلا يمكن أن في نفس الوقت أن تطالبها بالإفراج عن الأسرى. هذه هي المشكلة التي يحدد لها مجال زمني 2 أو 3 أسابيع. كل القراءات، أنا لست خبير عسكري، ولكن كل القراءات والمتابعة للمحللين العسكريين يستبعد إمكانية أن يحقق هدفه أصلاً الميداني في هذه الفترة، لأنك أنت تتحدث الآن عن يعني الدليل أن ضحاياك أغلبهم كلهم مدنيين وليسوا من قيادات أو حتى الفعاليات في كتائب عز الدين القسام. فكيف يمكن أن تصل إلى تحقيق الهدف هذا في نفس الوقت وتحرر الرهائن؟ الوضع في كل التقييمات هو قضية فاشلة، هي رسالة يبعث بها للجانب الغربي أنك لا تضغط علي لوقف إطلاق النار، لأن النظرية ما زالت قائمة أن وقف إطلاق النار يحقق نجاح لحماس، وهذا غير منظور وغير معقول. ولكن في نفس الوقت أنه هذه الفترة الطويلة هل ستحقق الغاية التي يطالب بها المدنيين في إسرائيل ذاته ولدى الغرب في تحقيق الإفراج عن الرهائن والأسرى؟ الأمر مشكوك فيه. حتى لو نجح بذلك عسكريا، باعتقادك بشكل سريع سياسيا وأيديولوجيا هل هو ممكن؟ يا سيدي، ليس الموضوع ليس أيديولوجيا حقيقة، ولكن واضح أن هذا التصرف فيه عنجهية. مقياسه على الواقع حتمية عدم الإمكان، ويدل أصلا اتخاذ مثل هذه المواقف، بمعنى كل القراءات أن الموضوعية تتطلب إذا كان الهدف المطلوب هو الإفراج عن الرهائن الآن ثم قضية إنهاء حالة حماس، بالنسبة للإفراج عن الرهائن هنالك معروف في العالم أنك يجب أن يكون هنالك شروط ووسيط، الوسيط القطري يقوم بهذه العملية، ولكن القضاء على حماس يعني ذكر معالي وزير الخارجية الآن وجلالة الملك قبل ذلك يقول القضاء، إذا أردت أن تقضي على حماس أنا أقول لك السر، أنهي الاحتلال، إذا أنهيت الاحتلال وأعطيت للشعب الفلسطيني حقوقه تلقائيا ستنتهي حماس. عندما كان هنالك، أنا كنت في غزة في الفترة بين 95 و2000، عندما كان هنالك أمل بأن الدولة الفلسطينية كما كان يقول الرئيس الراحل عرفات أنها يعني بجانب كربة الشارع، ففي ذلك الوقت لم يكن هنالك نشاط لحماس. تخلفك وترددك عن تحقيق التزاماتك التعاقدية هو الذي أوجد حماس، والإيغال في قتل المدنيين كما
قال جلالة الملك أن أنبأ العالم كله أنه سيخلق شرا أكثر مما حصل الآن في 7 أكتوبر، لأن رد الفعل سيكون أقوى من ذلك على مستوى العالم. شكرا جزيلا لك سعادة السفير الأسبق زياد المجالي، شكرا لك.